أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة في هنا الرياض، والتي نخصصها بالكامل لمضامين لقاء ولي العهد على قناة فوكس نيوز الأمريكية. أهلا بكم. خرج اللقاء المنتظر إلى العلن، مقابلة روجت لها قناة فوكس نيوز الأمريكية كثيرا. كان فحواها يستحق الانتظار والترقب، عطفا على ما كشفه ولي العهد فيها وأكده: السعودية هي قصة القرن الحادي والعشرين. هذه الجملة التي وضعها ولي العهد في ملعب المترددين: النجاح يكتب هنا، وإن أردت تفويته فهو قرارك. اللقاء تضمن أيضا رسائل سياسية واضحة وصريحة: الرياض تمضي مع إدارة بايدن في اتفاق ممكن أن يكون الأكبر منذ الحرب الباردة، لكن نجاحه يتوقف على إعطاء الفلسطينيين حياة أفضل، تأكيد على أولوية المملكة بوضع أمنها وازدهارها أمام الملفات الجيوسياسية والاقتصادية. حلقة الليلة مشاهدينا إذن نخصصها عن هذا اللقاء، لقاء ولي العهد، وعن أبعاده. كونوا معنا. اتفاق هو الأكبر منذ الحرب الباردة يتوقف على فلسطين. ولي العهد يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لقاء إعلامي برسائل سياسية واضحة، الصحف الأمريكية والعالمية تتفاعل مع لقاء ولي العهد. ذا هيل ترى اللقاء بأنه مؤكد على أن المملكة تحرص على حماية مقدراتها ضد أي تهديد. والسعودية هي قصة القرن الحادي والعشرين، ولي العهد يبين لفوكس نيوز بأن العمل متواصل في المملكة، وبعد رؤية 2030 ستحضر لرؤية 2040، ويشدد على أن المنطقة المستقرة هي مطلب لكي تتحقق أهداف المملكة. أهلا بكم مجددا. في لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، تطرق ولي العهد لأبرز وأهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية، حيث أكد ولي العهد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا أن هناك تباحث ومباحثات مع الأمريكي للوصول إلى نتائج ترفع معاناة الفلسطينيين. كما لفت الأمير محمد بن سلمان إلى أنه إذا نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في عقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل، فإنه سيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة، نافياً في الوقت ذاته تعليق المفاوضات مع إسرائيل، مشيراً إلى أنها في تقدم مستمر. أما بشأن القضية اليمنية، فأكد ولي العهد أن المملكة هي أكبر داعم لليمن في الماضي والحاضر والمستقبل، ونتطلع، يقول، لحل سياسي مستدام يحقق الاستقرار في المنطقة. في الشأن الإيراني، أشار ولي العهد إلى أن هناك تقدما جيدا، ونأمل، يقول، في أن يستمر لصالح المنطقة واستقرارها. وخلال لقاء ولي العهد في فوكس نيوز، أكد أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم، مؤكدا أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة. أما عن امتلاك إيران لسلاح نووي، فقد نوه ولي العهد لأنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل. ينضم إلينا من جدة عبر خدمة زوم رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. أهلا بك دكتور عبد العزيز. يعني لنبدأ أولا من موضوع التطبيع مع إسرائيل، هذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا في المقابلة، وبالتالي ربطت السعودية مجددا الموضوع بالفلسطينيين وتوفير حقوق لهم ترفع من معاناتهم، يعني ماذا تتوقع في هذا الملف مستقبلا؟ أولا مساء الخير لك ولمشاهدين الإخبارية في كل مكان. في الحقيقة هذا اللقاء أعتبره مميز جدا لسمو ولي العهد حفظه الله مع قناة فوكس نيوز، واللي راح يشاهده مئات الملايين. يعني الآن لو تتابع السوشيال ميديا وتتابع محطات التلفزة في العالم، تجد أن
الملايين في العالم تابعوا هذا اللقاء واهتموا به لأهمية الضيف ولأهمية اللقاء ولطرح أهم القضايا السياسية سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى الداخلي والإقليمي أو الدولي. فيما يتعلق بموضوع التطبيع مع إسرائيل، التأكيد هنا أن التطبيع هو نتيجة وليس هدف في حد ذاته. الولايات المتحدة أرادت أن يكون هنالك تطبيع للعلاقة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والمملكة من حيث المبدأ ذهبت إلى أقصى درجة ممكنة في الوقت الراهن، وهو السماح للطائرات الإسرائيلية بالعبور عبر الأجواء السعودية، لكي يسمح أيضا للطائرات الفلسطينية بنقل الحجاج إلى المملكة ويكونوا متواجدين. أيضا سمحت بوجود الوفود الدولي عبر المؤتمرات الدولية التي ممكن أن يشاركوا فيها في المملكة، فهي لم تعترض. فالمملكة لا تعترض على مبدأ التطبيع، ولكن التطبيع له شروط وقيود، وهنا هنالك جزئيتين. الجزئية الخاصة بإسرائيل لابد من اتفاق مباشر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. طبعا المملكة استضافت على يعني قيادات من السلطة الفلسطينية وتمت المفاهمة معهم وفهم متطلباتهم وما يريدونه، وبالمقابل نقلت المملكة هذه الرغبة عبر الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. بالمقابل المملكة لها علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أن لها أهمية بضرورة الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الأمن الإقليمي ومن ناحية البرنامج النووي ومن ناحية التسليح ورفع قدرات المملكة الدفاعية حسب احتياجاتها ونقل المملكة إلى اتفاقية دفاعية متقدمة كحليف الولايات المتحدة للعلاقة القديمة التي تربط البلدين مع بعضهم. فالتطبيع لن يتم، هو نتيجة، وهذه النتيجة لن تتم إلا باستيفاء الشروط التي أرادتها المملكة. والمملكة دعت أيضا في اجتماع في نيويورك يعني تم التنسيق له مع الجامعة العربية ومع بقية الدول الخليجية والولايات المتحدة حتى تكون هذه النقاط واضحة وهذه طيب. الأمور واضحة. يعني اختزال الإسرائيليون يريدون التطبيع، يعني بتسلايل سومتريتش يقول نؤيد التطبيع مع السعودية لكن نرفض أن تكون هناك تنازلات إسرائيلية في الموضوع الفلسطيني. هذه المشكلة مع نتنياهو كما يصورها اللقاء، يعني أنه كيف تعقد اتفاقا مع نتنياهو وهو متشدد ويبدو أن الولايات المتحدة لا ترضى عنه، أم أن المشكلة ستكون مع المتشددين في الحكومة الإسرائيلية ورفضهم لتقديم أي تنازلات وبالتالي الكرة في ملعبهم الآن؟ المملكة أرادت أصلا أن ترد على كل هذه الادعاءات التي كانت تدعي بأن المملكة لا تقبل أن يكون هنالك تطبيع في العلاقة مع الولايات المتحدة مع إسرائيل. وعلى فكرة المملكة لم تعترض على الدول الخليجية التي أرادت أن تطبع، فاعتبرت أن هذا شأن داخلي وقرار سيادي يخصها، وهذا أمر هو راجع لها. لكن بالنسبة للمملكة زعامتها للعالم العربي والعالم الإسلامي ودورها الدولي لا يمكن أن تقبل بهضم الحق الفلسطيني أيا كان السبب، ولذلك هي أوجدت هذه النقطة أساسية حتى ننتقل إلى مرحلة تطبيع مع إسرائيل. أيضا أنت لو لاحظت في الاتفاق الذي تم ووقعته أربع أطراف مهمة، الولايات المتحدة والهند والمملكة وأيضا الاتحاد الأوروبي بالنسبة للطريق الاقتصادي، لم تدعى إسرائيل للتوقيع لهذا الاتفاق، لأنه في قناعتي أن المملكة أرادت أن تؤكد بأنه إذا قبلت إسرائيل بمبدأ الحقوق الشعب الفلسطيني والمفاهمة مع الفلسطينيين والوصول إلى حل، فيمكن أن تدخل هي في هذا الاتفاق، لأن المملكة لديها بدائل وخيارات أخرى. تستطيع المملكة أن تنفذ هذا الطريق عبر حقل إلى سيناء أو عبر الأردن إلى سوريا ومنها إلى تركيا، لديها البدائل في تطبيق هذا الطريق وليس بالضرورة الخارطة التي رسمت من قبل الشركاء الأساسيين في هذا المشروع. فهي أرادت أن تقول إذا أرادت إسرائيل أن تعيش بأمن وسلام وأن تحقق الأمن والسلام للشعب الفلسطيني، وهنالك دعوات كبيرة على فكرة في إسرائيل ترى أن الدولة الواحدة بالنسبة لإسرائيل هو خطر عليها، وأن الأفضل هو المقترح السعودي وهو حل الدولتين، لأن الفلسطينيين في التعداد السكاني ربما سوف يفوقون في هذا. هي دائما تتحجج إسرائيل بأن لديها نقطتين أساسية، الأولى حدود عام 67 وما تم شراؤه من قبل الإسرائيليين من المواطنين الفلسطينيين، والنقطة الثانية والمهمة هي عدد اللاجئين، هل هو الأنروا حسب الأمم المتحدة أو هل هو حسب ما قدمته السلطة الفلسطينية. ولكن إذا كان هنالك استعداد
ويعني ما يسمى بالإرادة السياسية، وهنالك توافق داخل الصراع الإسرائيلي في داخل والجناح المتشدد مع الأجنحة الأخرى بأن العيش بسلام في المنطقة هو الذي سوف يوفر الرفاه الاقتصادي، هو ما سوف يوفر على الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها الكبيرة والضخمة تجاه الأمن الإسرائيلي وتسليحه والمساعدات التي تقدم سنويا، ويعني هي قدرت عبر سنوات طويلة يعني مبالغ ضخمة جدا. فهذه هي. لكن دكتور عبد العزيز، هل تعتقد أن هناك جهلا في الرؤية الأمريكية أو لدى الإدارة الأمريكية أو الأمريكيين في فهم الموقف السعودي من إسرائيل طوال العقود الماضية؟ يعني كانت هناك علاقات نوعا ما جيدة مع إيران، تعثرت، قطعت العلاقات، وبالتالي عادت العلاقات الآن، فعلى ذات السياق لماذا لا تطبعون العلاقات مع إسرائيل؟ هكذا طرح. ما هي المشتركات؟ ما هي المشتركات وما هي الاختلافات في موضوع إيران مع إسرائيل؟ الاختلافات أولا إيران يعني دولة جارة مسلمة وفيها يعني بعض القوميات المختلفة الأخرى، ولكن يعني تشاطر دول الخليج بحدود بحرية كبيرة وأيضا بعض الحدود البحرية مع البرية مع العراق. فإيران ليست محتلة، صحيح إيران تتدخل في الشأن الداخلي لبعض الدول العربية ولكنها ليست دولة محتلة مثلا كإسرائيل. إيران كان هنالك خلافات فيما بيننا وبينها عبر أربع يعني نقاط أساسية. أولا السياسة الدفاعية الأمنية ومن المسؤول عن أمن الخليج، أنظمة الحكم ووضع الأيديولوجي فيما يتعلق بالسكتيرينزم أو الطائفية، وضع الشيعة والسنة، المملكة ترى أن الإسلام واحد وأن المملكة قبلت بكافة الطوائف، وإيران ترى أن الإسلام طائر بجناحين حسب قولهم أنه شيعي وسني، ولكن لا يمكن أن يكون الجناحين متساوية، الغالبية السنية هي الأكثر في المنطقة الموجودة. والنقطة الأخرى هو السياسة النفطية، وأيضا نظام الحكم، هي تريد نظام ثوري يصدر هذه الثورات. حينما طرحت مبدأ عدم التدخل وعدم استخدام العنف رحبت دول الخليج، ولكنها أرادت أن يكون بأثر رجعي وليس بأثر هذا اليوم، بمعنى في 2019 مبادرة الرئيس روحاني حينما طرح مبادرة هرمز التي أسماها في ذلك الوقت، دول الخليج كانت تحفظاتها أنه لا يمكن أن لا تكون بأثر رجعي. إيران أرادت أن تبدأ من اليوم، وهذا نقاط تختلف. بالنسبة لإسرائيل هي دولة محتلة، الكل يعرف منه، هنالك قرارات أمم متحدة خاصة بهذا الجانب، هنالك تشريد للشعب الفلسطيني، هنالك اعتداء يومي على الفلسطينيين، قتل للأبرياء، هنالك جرائم ترتكب في حق هذا الشعب. فإذا ما يعني اقتنعت إسرائيل، هي دولة موجودة فيما بيننا، رئيس نيكسون كان يقول على إسرائيل أن تحل مشاكلها لأنها تعيش في بحيرة من الكراهية بسبب أفعالها، وهذه الأفعال التي تقوم بها إسرائيل إذا ما هي حاولت أن توجد السلام وأن تتعايش مع شعوب المنطقة هي المستفيدة الأكبر. إسرائيل راح يكون لها مصالح اقتصادية كبيرة جدا في المنطقة، وتعلم أن هذا سوق ضخم لبضائعها ومنتجاتها وتكنولوجيتها والتوسع في الأعمال. يعني على فكرة كان في لقاء الأسبوع الماضي في واشنطن بمناسبة مرور 3 سنوات على الاتفاق الإبراهيمي، السفير الإماراتي في واشنطن قال أن هنالك 153 رحلة في الأسبوع بين إسرائيل والإمارات. فتخيل أنت أن هذا هم معظمهم زائرين من إسرائيل للمنطقة، فهي إسرائيل سوف تستفيد ويكون لها مصلحة وتعيش بسلام وأمن في المنطقة إذا هي وافقت على السلام مع الفلسطينيين ووصلت إلى اتفاق مقبول للطرفين. هل تعتقد أن المشكلة في الوسيط؟ ربما إذا نجحت الصين في هي تبنت المبادرة وجمعت وجهات النظر الإيرانية السعودية، هل تعتقد بأنه ينبغي تغيير الوسيط ربما في الوساطة بين السعودية وإسرائيل؟ أولا يجب أن لا ننكر أن الأمريكان جويش لوبي في الولايات المتحدة له قوة ونفوذ، ولكن الرئيس بايدن أيضا هو سوف يدخل الانتخابات في العام القادم، وبداية مارس راح تكون بداية مهمة لهذا الجانب. في اعتقادي أنه القضية ليست تغيير، ولكن هو مدى قدرة الإدارة الأمريكية في الوقت الحاضر بالضغط على الإدارة الإسرائيلية. سمو الأمير الله يحفظه ذكر أننا سوف مع من هو موجود، حينما ذكر أن عمره الله يحفظه يمتع بالصحة والعافية قال أنه 38 سنة وأن نتنياهو عمره 73 سنة. الأمير محمد قال نحن نوقع مع يعني أو نتعامل مع الحكومة الموجودة ودولة لدولة، يعني أيا كان موجود في إسرائيل إذا قبل بش
الشروط الفلسطينية والمطالب الفلسطينية ووصلوا إلى حل واتفاق سوف نوقع ونتفق مع هذا. هل ينسحب ذلك باختصار حتى على التعامل مع الولايات المتحدة؟ لأنه يعني هناك تغير في التعامل الدبلوماسي السعودي شهدناه، سابقا كان التعامل ربما مقصورا مع الجمهوريين والعلاقات أفضل تسوء مع الديمقراطيين، لكن الآن الأمر مختلف والعمل جيد مع إدارة الرئيس جو بايدن حتى. يعني أنا سعيد بأن إدارة الرئيس بايدن غيرت من وجهة نظرها الخاطئة عن المملكة وعن القيادة السعودية وتعاملت الآن بمنطق الواقع وفهم المملكة كما هي. المملكة لا تريد أن تكون طرف في الحرب الباردة، المملكة لا تريد أن تقطع علاقتها مع الصين أو مع روسيا حسب الرغبة الأمريكية مثل ما تفضل سمو ولي العهد ويعني أشار على هذه النقطة. فهو يعني يجب أن يكون الوسيط الأمريكي وسيط مؤتمن وصادق فيما يقوم به، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل لها مصلحة، هو له مصلحة، المنطقة كلها لها مصلحة. لاحظ أن سمو ولي العهد ربط ما بين قضيتين أساسية، بين التنمية والأمن، يعني وبدون تحقيق التنمية وبدون تحقيق الأمن لا يمكن أن يكون هناك تنمية وازدهار في المنطقة. شكرا جزيلا لك رئيس مركز الخليج للأبحاث دكتور عبد العزيز بن صقر. وخلال المقابلة مع قناة فوكس نيوز بيّن سمو ولي العهد أن تحقيق أهداف المملكة يتطلب منطقة مستقرة، إذن مؤكدا أهمية أمن واستقرار المنطقة بالنسبة للمملكة. العرض التالي مشاهدينا يطلعنا على جهود المملكة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. لقاء ولي العهد مع قناة فوكس نيوز حظي بمتابعة واهتمام دولي واسع. الصحف الأمريكية تطرقت إلى ما ورد في ثنايا هذا اللقاء. المذيع ومدير اللقاء نفسه بريت باير أكد أنه أجرى كثيرا من المقابلات في مسيرته المهنية، وأن هذا الحوار مع أحد أقوى الرجال في العالم. أما صحيفة ديلي بيست الأمريكية فرأت أن اللقاء يؤكد على أن ولي العهد يعمل على نقل المملكة إلى عالم أكثر رحابة. أما صحيفة ذهيل الأمريكية أيضا فكان لها توقف مع اللقاء، وأشارت إلى أن مقابلة ولي العهد تدلل على أن المملكة تحرص على حماية مقدراتها ضد أي تهديد. وانضم إلينا للنقاش من لندن مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط أستاذ زيد بن كمية. أهلا بك أستاذ زيد. يعني هذا الاهتمام الكبير والتفاعل الدولي مع هذا اللقاء أمر لا نشهده في لقاءات لمسؤولين آخرين، هل السبب لأنه محمد بن سلمان أم لأنها السعودية أم الاثنين معا برأيك؟ أنا مساء الخير. مساء الخير للجميع. أعتقد أن الحوار المنظمين مع سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وما ورد فيهم مضامين مهم جدا لأعتقد للمنطقة وللعالم، ورأينا الاهتمام الكبير حتى من جانب الدولي ومن جانب السياسي، وأيضا حتى رأينا في بعض يعني ردود الأفعال الدولية على هذا الحوار. طبعا نحن الآن يعني نعرف أهمية المملكة العربية السعودية وقوة المملكة العربية السعودية في المنطقة وفي دورها أيضا العالم أيضا، وكذلك أيضا الأمير محمد سلمان أهم زعيم في المنطقة ولديه مشاريع ضخمة ومشاريع كبيرة
فيما يخص المملكة العربية السعودية، وأيضا كذلك ارتدت هذه يعني هذه المشاريع أنا أراها أيضا الإيجابي على المنطقة، والذي ذكرها الأمير محمد السلام في أكثر من يعني في أكثر من مرة. ذلك يعني الحوار كما ذكر يعني المحاور من فوكس نيوز أن يعني لأول مرة يكون أجرى هذا الحوار، وكما ذكر التقرير أن مع شخصية أو زعيم بهذه المعلومات التي هي تقريبا فترة ساعة أعطى أكثر من عناوين. إحنا نتكلم كموضوع صحفي، أيضا يهم الصحفي لما يكون يجري أي مقابلة مع شخصية مهمة أن يخرج أيضا كذلك بمعلومة أو بأخبار. أعتقد الأمير محمد بن سلمان جميع تقريبا إجاباته هي كانت عناوين، وكانت أيضا يعني تحمل دلالات مهمة جدا في الشأن الدولي وأيضا في الشأن المحلي. ولي العهد قال بأنه نحن نحتاج إلى التنمية الاقتصادية، كنا قبل قليل نناقش ذلك، لكن لا نريد مشاكل في اليمن، نريد العراق مستقر ويتقدم، إيران تتقدم، لبنان يتقدم، بقية الدول في المنطقة أيضا تتقدم. هذه رؤية جديدة ربما على غرار فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب وليس تنتظم البلاد. يعني سابقا كنا نتابع أنه في دول العالم حتى تكون قويا يجب عليك إضعاف الجيران أو المحيط بك. ما الذي تغير؟ لماذا السعودية تسعى لتقدم هذه الدول معها؟ أولا في السياسة السعودية هو دائما التنمية ثم التنمية ثم التنمية، لأن التنمية يعني أمر حي ومهم جدا، وعملية الاستقرار في المنطقة عشان توجد التنمية لابد يكون فيه استقرار في المنطقة. لذلك حتى يعني النيران المشتعلة السعودية لها دور مهم جدا في تخفيف الاحتقان، وأيضا وجود سلام دائما. احنا راينا المملكه العربيه السعوديه لديها جهود كبيره جدا، ليس حتى في المستوى المنطقه، حتى ايضا كذلك مثلا في الموضوع الروسي الاوكراني المملكه العربيه السعوديه لها دور للوصول الى حل والى سلام ولا الحوار. لذلك لما نتكلم على التنميه يعني اغلب الدول هي تبحث عن التنميه، لكن كيف توجد التنميه؟ التنميه عشان توجد التنميه لابد لها اسس، بدايه اسس التنميه هو وجود استقرار. لذلك اذا لا يوجد استقرار في أي منطقة لا يمكن أن تصنع تنمية في ظل قلاقل ومشاكل. إحنا رأينا الدول لديها مشاكل لا توجد لها تنمية، لأن البلد مشغول في هذه المشاكل وهذه القلق وهذا الاقتتال. إحنا رأينا بعض الاقتتالات داخلي في بعض المنطقة التي أثرت بشكل كبير جدا والتي تزعزع الاستقرار سواء البلد أو أيضا كذلك المحيط. هل تعتقد بأن المحيط يدرك يعني أبعاد هذه الأزمات؟ يعني على سبيل المثال كان هناك حديث في وسائل الإعلام الأمريكية عن فشل الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس باراك أوباما، وبالتالي الآن السعودية متقاربة مع إيران، ولكن هذا لا يعني السماح لها بامتلاك سلاح نووي. أليس الأمر داعما لاستقرار المنطقة بدلا من أن نستنسخ على سبيل المثال التجربة الهندية الباكستانية والنزاع الذي يثور من بين فترة وأخرى؟ اولا يعني دعني اقول لك ان المملكه العربيه السعوديه بسياسه المملكه العربيه السعوديه هو دائما هو خفض دائما القلاقل والبحث عن وجود سلام دائم. حتى يعني اعتقد ان هذه سياسه متجذره في السعوديه. احنا لما راينا حتى مثلا سياسه الملك عبد العزيز في عند الحلفاء كان المملكه العربيه السعوديه اخذت العياده وكانت تبحث عن وجود السلام واستقرار وحوار لايجاد هذه الحلول. لذلك يعني لما نتحدث الآن في ما يحدث في المنطقة أو في المحيط الذي في منطقة الشرق الأوسط منارة مثلا في بعض الدول المجاورة، وأيضا تحدث المملكة العربية السعودية وأيضا العمل وهي تعمل الآن سواء مرة أنا مثلا في السودان حاولت أيضا كذلك أن توجد حل للسودان وتخفيف الاحتقان الموجود بين المتصارعين في السودان. ما رأينا أيضا كذلك متدخل يعني في اليمن بطلب أيضا يمني من الرئيس اليمني لحل أو لوجود سلام دائما في اليمن. رأينا الدعم سواء كان الدعم السياسي أو الدعم الاقتصادي والمالي، وجود أيضا كذلك دعمها يضيد التنمية. وهذا ما ذكره الأمير محمد بن سلمان أن هو البحث عن التنمية مثلا حتى في اليمن، أن السعودية ذات الضخ أموال لوجود تنمية في اليمن ووجود استقرار في اليمن حتى يكون في هناك تنمية. المعرفة الأمير محمد بن سلمان في حديثه يعني جيدا أن وجود الاستقرار في المنطقة وجود تنمية في هذه الدول هو أيضا ينعكس بشكل إيجابي على المنطقة ككل. وأعتقد أتذكر كلام الأمير محمد السلمان في 2018 حينما قال أن الشرق الأوسط تحول إلى أوروبا جديدة،
لأنه عنده إيمان تام أن وجود الاستقرار في المنطقة ووجود التنمية ومشاركة الدول وأيضا المملكة العربية السعودية كذلك تفتح الآفاق لهذه الدول. إحنا رأينا مثلا في موضوع المشاريع في شمال المملكة العربية السعودية وأنا أيضا في جزء منه يكون في الأردن وجزء أيضا كان في مصر. هذه كلها المشاريع هي أيضا تعمل على الاستقرار وكل نوع فيه من الاستابيليتي. يعني عدم يعني الاتجاه ناحية يعني وجود قلاقل أو وجود اقتتال أو يعني هذه تؤخر عملية التنمية وترجع أيضا كذلك إلى التخلف وإلى الجهل. طيب في أبجديات التجارة أو التعامل يعني لا يمكن أن تعامل مشتريا دائما كآخر طارئ. على سبيل المثال فيما يخص الاتفاقية الدفاعية السعودية الأمريكية سيد زيد، يعني هل يبدو لك أنها تطوير للوضع السابق بين الدولتين منذ 80 عاما أم أنها تمثل الاشتراطات السعودية الجديدة على غرار الصفقات التجارية والعسكرية الأخرى، نقل المعرفة، نقل المقرات وغيرها؟ طالما هي أكبر مشتري للسلاح من أمريكا فيجب أن تحظى بمعاملة تفضيلية. أعتقد هذا حينما تولى الأمير محمد بن سلمان وزارة الدفاع وحينما أعلن أيضا كذلك رؤية 2030 كان هذا أحد مستهدفات الرؤية، وأيضا كذلك السعودية غيرت كثير من عقودها سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أيضا كذلك من الدول التي السعودية لديها شراكة معها أو أيضا كذلك خاصة في موضوع التسليح، لأن جزء مهم جدا هو توطين الصناعة في السعودية ويكون أيضا هذا شامل في العقود. لذلك حينما نرى مثلا العقود وخاصة السعودية تعتبر يعني لديها علاقة يعني علاقة طويلة وعميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أيضا في موضوع التسليح. وأعتقد المملكة العربية السعودية تقدم هي من 10 دول التي مهمة التي تشتري السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا كذلك هو موضوع التوطين ونقل التقنية. هذه الشروط المملكة العربية السعودية أصبحت الآن يعني تتمسك بها وتلزم بها جميع العقود التي تتم في يعني في السنوات الأخيرة. لذلك أعتقد حتى الاتفاقيات اللي وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية وحينما زار الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 كانت هذه العقود أو كانت هذه الاشتراطات السعودية موجودة ضمن هذه العقود. التفاعل العالمي الكبير مع كل ما يحصل في السعودية، مع قوانينها، مع الترندات فيها، مع الأحداث السياسية والاقتصادية وأيضا الرياضية، هل تعتقد بأنه على المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي نوعا ما تغيير طريقة التعاطي مع هذه المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي لترتقي أو لنقل تتوافق مع الأهداف الكبرى بالنسبة للسعودية وصورتها عالميا؟ أولا المملكة العربية السعودية دولة مؤثرة ودولة مهمة وقائدة في المنطقة. لذلك حينما ينظر العالم للمملكة العربية السعودية هم يعرفون أهمية المملكة العربية السعودية وأنها دولة مؤثرة، وما يحدث في السعودية أيضا كذلك مؤثر، إحنا نرى يتناقل أو ينشر في وسائل الإعلام. أيضا لا ننسى أيضا كذلك وجود أيضا كزعيم الأمير محمد بن سلمان وتأثيره بشكل مباشر، سواء ما نرى تأثيره في الداخل وهذا ذكر تقرير أمس في فوكس، وايضا كذلك ايضا ما نراه من يعني تاثير في الخارج ومتابعه حتى العالم لما يصدره الامير محمد بن سلمان، حتى يعني جميع تحركات الامير محمد بن سلمان او ما يصدره او ما يحدث للسعوديه فهذا محل اهتمام ومحل جذب، وايضا يعني عناوين اخباريه شبه يعني لا يمر تقريبا يعني في الاسبوع التي تجد اكثر من قصه كتبت عن المملكه العربيه السعوديه. وللأمانة يعني ليست يعني قصص كثيرة، يعني أصبحت يعني نتكلم عن المملكة العربية السعودية أصبحت الآن ورشة عمل، يعني فيها جميع يعني سواء أخذنا عن موضوع التنموي، عن مواضيع المشاريع الاقتصادية، الثقافية، الترفيهية، السياحية بكاملها، تجد أن المملكة العربية السعودية أصبحت هي الهب وهي يعني ما ينظر لها العالم. إحنا نرى الآن حتى مثلا في مشاريع الترفيه فتقريبا يعني هو مثال فقط لا غير، والله في مشاريع اكثر، ترى حجم التاثير وحجم يعني المتابعه بشكل كبير جدا من جميع مختلف العالم للمملكه العربيه السعوديه. يكفي ان ايضا كذلك لكن ما هي الاسباب يعني سيد زيد، يعني
نعرف بأن السعودية حاضرة ومؤثرة طوال تاريخها في يعني السياسة العالمية، معروفة في أسواق الطاقة بشكل كبير، لكن كل دولة الآن لديها رؤية سواء ل 2030 2035 2040 وغيرها، لم تحظى أي رؤية بما حظيت به الرؤية السعودية، سواء تقييم جيد، سواء مشاركة، سواء انتقاد، سواء تشكيك، أيا كان حجم هذا الظهور والحضور الإعلامي، ما هي الأسباب برأيك؟ يعني لماذا لا ينسحب الأمر على أي رؤية أخرى أو أي دولة وهي تسعى لذلك الحضور إذن؟ أنت موجود في المملكة العربية السعودية، أنا موجود في العاصمة في الرياض، أنت ترى كم حجم التأثير وكم حجم التغيير حدث في السعودية؟ هذا شيء مشاهد، يعني احنا كسعوديين نرى حجم التغيير اللي حدث في المملكه العربيه السعوديه الان، حتى العالم الان اللي هو شاهد مع حجم التاثير وحجم التاثير يعني التغير في المملكه العربيه السعوديه مع وجود رؤيه 2030، وايضا كذلك وصولها للمستهدفات كما ذكر الامير محمد بن سلمان، جزء من وصول لمستهدفاتها، لذلك يعني اهميه المعركه العربيه السعوديه ويعني المشروع التنموي او مشروع الرؤيه 2030 الذي يعني يقف خلفها الامير محمد بن سلمان وحجم التاثير والتغيير يعني اللي احدثه يعني شيء مهم جدا، يعني شيء يعني اذكر انه يعني شيء ماسف، شيء يعني كبير جدا. احنا نعلم ان مثلا فرنسا لديها رؤيه، ما في بعض الدول لديها رؤيه ايضا كذلك نفس الحكايه 2030، لكن لا يعني حجم يعني حجم العمل على هذه الرؤيه وعلى متابعتها وتنفيذها من الـ من الـ من يعني بمتابعه من الامير محمد بن سلمان هو أوجد هذا التغيير وهذا أوجد هذا الفرق بشكل كبير جدا، لذلك كل العالم ينظرون ماذا حدث في المملكة العربية السعودية الآن. طيب في خبر عاجل الآن، البنتاغون الخارجية الأمريكية تقر حزمة دعم لإمدادات أسلحة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، يعني هل تعتقد بأنه بدأ التفاعل سريعا حتى في البنتاغون في دوائر السياسة الأمريكية بعد هذه المقابلة؟ لم تمضي 24 ساعة حتى. عفوا مسألة تعيد السؤال. الخارجية الأمريكية تقر حزمة دعم لإمدادات أسلحة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، هذا عاجل من البنتاغون، وبالتالي هل تعتقد بأنه بدأ التفاعل في ليس فقط على وسائل الإعلام الأمريكية والحضور السعودي ولكن حتى في دوائر السياسة الأمريكية بعد هذه المقابلة التي لم يمضي عليها 24 ساعة حتى؟ أعتقد أن الأمير محمد بن سلمان ذكر هناك مفاوضات مستمرة مع الإدارة الأمريكية في يعني في أكثر من ملف، وجزء من هذا الملف ذكر الأمير محمد بن سلمان جزء أيضا كذلك موضوع التسليح، لذلك إحنا يعني أعتقد أن في المرحلة المقبلة يعني أنا أعتقد في ظني أنه حيوجد هناك نوع من الاتفاقيات شبيهة مثل هذه الاتفاقية أو مثل هذه الصفقات اللي تتم بين المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن هذا أمر يعني حيوي خاصة في علاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الممتدة من سنوات طويلة جدا، وأعتقد أن التواصل الإدارة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة بعد ما كان هناك يعني نوع من الفتور في العلاقة في حينما تولى الإدارة جو بايدن المرحلة الأخيرة، ويعني مهما كان يعني الدول تعرف أهمية المملكة العربية السعودية وتعرف وزن المملكة العربية السعودية، فلذلك حتى لو كان هناك يعني اختلاف في وجهات النظر او ايضا كذلك في طرف العلاقه فهم يعرفون حجم المملكه العربيه السعوديه واهميتها في المنطقه وفي التوازن الدولي كذلك. انا اشكرك مساعد رئيس تحرير صحيفه الشرق الاوسط استاذ زيد بن كيمياء عبر سكايب، كنت معنا من لندن. أحييكم مجددا مشاهدينا. النجاحات التي حققتها المملكة في القطاعات كافة لم تكن وليدة الصدفة، ولكن تفوق السعودية في القطاع الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية يعد إعجازيا وبكل المقاييس، خصوصا وأنه حدث في أوقات الجائحة والصراعات والحروب والتحولات الجيوسياسية الصعبة، حتى أصبح النجاح السعودي أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين. نناقش ضيفنا حول هذه النجاحات السعودية المحققة رغم الظروف الصعبة عالميا، ولماذا وصف ولي العهد السعودي بقضية القرن الحادي والعشرين، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
بلغة الأرقام والنتائج تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز مخاطبا العالم باللغة الأكثر وقعا على المسامع. وضوح السياسة السعودية تجلى في كلمات عراب الرؤية، حيث وضع النقاط على الحروف وبيّن حجم وتأثير السعودية على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والاستقرار والأمن العالمي بعمل المملكة وقيادتها لأوبك وأوبك بلس على تجنب تأثير تقلبات أسعار النفط وتحكيم سياساتها البترولية على مبدأ العرض والطلب، حتى باتت الرياض قوة اقتصادية جاذبة لدعوات الانضمام إلى المجموعات والتكتلات الاقتصادية مثل بريكس. فالاقتصاد السعودي اليوم يحتل المرتبة 17 عالميا خلال 2023، وسيكون خلال هذا العام الأسرع نموا في مجموعة 20، ناهيك عن الممر الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وما ينعكس إيجابا على عدد من الدول والاقتصاد العالمي بصورة عامة. وحتى قبل أن نصل إلى عام الرؤية 2030، أعلن ولي العهد عن بدء مرحلة الاستعداد والتحضير لإعلان رؤية المملكة 2040 على أن يتم الكشف عنها في عام 2027 أو 2028. وفي هذا مؤشر ودلالة كبيرة على نجاح بل وتفوق الخطط السابقة والطموحة قبل موعدها في خطوات سعودية متسارعة نحو مستقبل دولة تحتذي بها دول العالم. وبالفعل فالمملكة اليوم بواقعها المتطور ومستقبلها المزدهر هي أعظم قصة نجاح في القرن 21. ينضم إلينا من جدة الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد. أهلا بك دكتور بندر. يعني هي القصة، قصة القرن 21 أو القضية المسيطرة هي السعودية. ما الفرص التي كانت لدينا سابقا ولم نقم باستغلالها وبالتالي تغير الوضع لنصبح يعني تصبح التنمية في السعودية قضية شاغلة العالم وقصة للنجاح ليس لها مثيل؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات. أعتقد أن واحد من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة هو وجود خطة تنموية ورؤية واضحة لاستغلال هذه الفرص. طبعا واحد من مكامن القوة في رؤية 2030 هو في عملية تنويع مصادر الدخل واستغلال القطاعات التي لم تكن مستغلة، سواء من ناحية الموقع الجغرافي والخدمات اللوجستية، كذلك تنشيط القطاعات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة مثل القطاع الترفيهي والسياحي والثقافي وقطاع الرياضة مؤخرا. بالتالي تضاف هذه إلى المنظومة السابقة التي بدأتها المملكة بعد تأسيسها على يد المغفور للملك عبد العزيز، سواء على صعيد الصناعات النفطية وكذلك التوسع في المشاريع الرأسمالية المتعلقة بالميجا بروجكت مثل مشروع نيوم. فأعتقد أن السعودية اليوم مختلفة في النظرة إلى مشاريع متجددة. اليوم المملكة لا تتحدث عن النفط فقط، تتحدث عن الطاقة المتجددة وتصدير الهيدروجين، وهذا جزء من حديث سمو ولي العهد بالأمس أن جزء من الممر الاقتصادي هو ربط شبكة الطاقة في ما يخص الطاقة المتجددة والهيدروجين من المملكة المصدر إلى الهند وإلى أوروبا. بالتالي هذا يدل أن المملكة متعطشة للأبحاث في ما يخص البحث والتطوير في الطاقة المتجددة. كذلك الإعلان عن النية لإطلاق رؤية 2040 واحد من المؤشرات أن المملكة ماضية في ما يسمى بالتخطيط الاقتصادي والسير وفق الرؤى والمستهدفات، وهذا واحد من أنماط إدارة الاقتصاد القائم على المؤشرات الاقتصادية. وسموه تحدث أن المملكة حققت نجاحات كبيرة، واحد من أبرز النجاحات في المؤشرات هو نسبة التملك اللي حققتها المملكة قبل موعدها. طيب ماذا نتوقع في هذا الصدد؟ يعني رؤية 2040 التي أعلن عنها ولي العهد ستنطلق في 2027-2028، يعني كنا سابقا نشهد الخطط الخمسية لكن لا أحد يعرف عن تفاصيلها أصلا. نعرف أن هناك خطط خمسية، الأولى الثانية الثالثة، لكن لا نعرف عن التفاصيل. ما الذي يتغير الآن؟ يعني هل تعتقد بأنه هناك سيكون تقييم وإعادة تقييم لبعض المشروعات في رؤية 2030 وبالتالي إعادة جدولة أم متابعة أم ماذا بالضبط؟ طبعا رؤية 2030 هي وضعت مستهدفات استراتيجية، وبالتالي هناك مبادرات وهناك تحولات خلال الفترة الماضية، لكن الرؤية القادمة ستكون مختلفة. لن تركز فقط على مستهدفات تنويع مصادر الدخل أو تحفيز بعض القطاعات. أتوقع بإذن الله أن المملكة تبدأ بالاستثمار بشكل كبير جدا فيما يخص التقنيات المتقدمة، الصناعات الدقيقة،
اقتصاديات الفضاء، ما يرتبط كذلك بالصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة، الانترنت الفضائي، الدخول في صناعات جديدة، وبالنهاية يكون فيها زيادة للإيرادات غير النفطية ورفع المستهدفات من الإيرادات غير النفطية. يضاف إلى أنه الآن عملية القياس والتقويم مستمرة، لا ننتظر نهاية العام ولكن في متابعة مستمرة، وهذا أحد الأسئلة اللي طرحها المذيع على سمو ولي العهد في المقابلة، بأنه يتابع بشكل مستمر مع الوزراء المستهدفات والأهداف التي تتحقق. كنا في منافسة مع السعودية، كانت في منافسة مع جاراتها الخليجية اقتصاديا، اليوم هي في منافسة مع اقتصاد الهند. ماذا نتوقع مستقبلا؟ يعني إذا كنا دخلنا العشرين ونحن الأسرع نموا بين مجموعة هذه الدول وثاني أسرع دول نموا في موضوع الناتج المحلي وارتفاعه، ماذا عن المستقبل وتوقعاته؟ بإذن الله تعالى إحنا ماضين في البداية في عملية تسويق الفرص السعودية والبحث عن المصلحة الاقتصادية السعودية. اليوم المملكة لا تستثمر مع مثلا شريك اقتصادي واحد أو اتجاه اقتصادي واحد، تفتح فرص مع الصين، مع روسيا، مع الهند، مع الولايات المتحدة، وهذا ما لمسناه من حديث سمو ولي العهد، بأن المصلحة الاقتصادية والمصلحة العامة في البداية، ولا يوجد عملية تكتلات اقتصادية أو الدخول في تكتلات اتجاه معين. يضاف إلى أن الاتفاقيات التي وقعت خصوصا في عام 2023 سواء مع الجانب الصيني أو الجانب الياباني، بإذن الله سيتمخر عنها مشاريع لمنتجات قابلة للتصدير أو ما يسمى اقتصاديات قابلة للتصدير، سواء الآلات والمركبات أو ما يخص قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وحقيقة الممر الاقتصادي هو مفاجأة كبيرة اقتصاديا على مستوى التوقعات، لم يكن متوقعا، كان هناك توقعات فقط في الدخول في الممر أو الطريق الصيني، ولكن هو حقيقة حيغير من مستويات التجارة العالمية. وتحدث سموه عن الاختصار في المدة والوقت والجهد والتكلفة من خلال الممر الاقتصادي، والمملكة تعتبر مقارنة في دول المنطقة من الأكثر في عملية الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالنقل والموانئ وسكك الحديد، وهذا سيكون عامل إيجابي لزيادة قدرتها التنافسية في هذا الممر الاقتصادي بإذن الله. أنا أشكرك دكتور بندر الجعيد الأكاديمي والكاتب الاقتصادي، كنت معنا من جدة. اقتصاد المملكة يسير بخطى متسارعة محققا المستهدفات قبل حينها، فلغة الأرقام تكشف لنا القفزات التنموية التي تعيشها البلاد. دعونا مشاهدينا نتابع في عرضنا التالي أبرز ما كشفه لنا لقاء ولي العهد في فوكس نيوز. أهلا بعودتكم مشاهدينا وإلى نيويورك. فعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ترأس الجانب العربي في جلسة الحوار التفاعلية غير الرسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن. وأكد وزير الخارجية خلال كلمته على أهمية العمل الجماعي تجاه التحديات المشتركة التي يواجهها المجتمع الدولي، مشددا على أهمية توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة التي تمكن الدول من العمل بالشراكة فيما بينها.
كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل 2024 ميلادي، وأوضح خلال كلمته بأن قمة المستقبل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتوثيق التعاون بشأن التحديات. كما أشار سموه إلى أن المملكة تعمل من خلال عضويتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مستوى ومسار التنمية في العلاقات بين الدول وجعلها من العوامل الممكنة له وداعمة للتعاون والتفاهم فيما بينها. وشارك وزير الخارجية أيضا في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث أعرب وزير الخارجية عن تعازي المملكة وتضامنها مع المغرب وليبيا، مؤكدا على موقف المملكة الثابت والذي يدين ويستنكر جريمة التدنيس والحرق المتكرر لنسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك. وانضم إلينا الآن موفد الإخبارية من نيويورك زميل سهل الغانمي. أهلا بك سهل، لكن دعنا طالما أنت موجود الآن في الولايات المتحدة نتعرف على الأجواء التي رافقت لقاء ولي العهد الذي بث على فوكس نيوز. ما هي الأصداء هناك تزامنا مع اجتماعات الأمم المتحدة؟ مساء الخير. بالفعل الأصداء كبيرة هنا في نيويورك وفي وسائل الإعلام الأمريكية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تناولت هذا اللقاء بكثير من الاهتمام خلال الساعات الماضية منذ أن بث هذا اللقاء عبر فوكس نيوز. فوكس نيوز هي تعتبر من القنوات الرائدة الإخبارية هنا في أمريكا وذات مشاهدة عالية كبيرة جدا وتحظى بمتابعة كبيرة من الشعب الأمريكي، وبالتالي هذه المقابلة كما ذكرت حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام ومن الشعب الأمريكي، حتى رصدنا ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان موفقا بريت بيرر الإعلامي الذي دار هذا اللقاء مع سمو ولي العهد، حتى أن الإعلامي المعروف بوريس مورغان في تويتر نوه لبريت بير أنه هنيئا لك هذه المقابلة، وبالتالي هذا دليل على أهمية ونجاح هذه المقابلة منذ بثها وحتى الآن. مفرحة أستاذ المشاهدين الكرام، في هذه الدقائق اسمحوا لي أن نستضيف الإعلامي في صحيفة الشرق الأوسط علي برادة معنا عبر شاشة الإخبارية. أهلا بك معنا في هذا اللقاء. بداية منذ أن بث هذا اللقاء عبر فوكس نيوز وهي القناة الرائدة في المجال الإخباري هنا في أمريكا، كيف بقراءتك أنت كيف رصدت ردود الأفعال حتى الآن؟ يعني هناك الكثير من المواقف التي لاحظناها، أن أولا أنها أتت بسرعة في الولايات المتحدة. الكلام الذي قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان كان واضحا، وخصوصا لجهة الموقف من إيران. أولا أكد أن الولايات المتحدة تتفق تماما مع ما قاله الأمير محمد بن سلمان، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران على الإطلاق بالحصول على أي سلاح نووي. ولكن الأهم من ذلك أن هذا الحوار أولا شيق بطبيعة الحال، ولكن هناك نقطة مهمة أنه ذات ثلاثي الأبعاد إذا جاز التعبير. البعد الأول بعد سعودي عن قصة نجاح السعودية باعتبارها أهم قصة في القرن الحادي والعشرين، وهذا تكرار بصورة ربما بكلمات مختلفة لما قاله ولي العهد في وقت سابق عن أن السعودية هي أو العالم العربي يجب أن يكون أوروبا القرن الحادي والعشرين، وهذه مسألة مهمة. الرسالة الثانية المهمة للغاية هي أن الكلام عن التطبيع مع إسرائيل، أن المملكة العربية السعودية مستعدة لذلك في إطار صون الاستقرار والازدهار في المنطقة وخصوصا في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يقوده الأمير محمد بن سلمان عبر خطة 2030 التي وضعت قبل سنوات عديدة، والآن الأمريكيون بدأوا يرون ثمارها في نيوم وفي مشاريع ضخمة موجودة في المملكة العربية السعودية. وأيضا أن هذا التطبيع يحتاج إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإلى تحسين حياة الشعب الفلسطيني. كل هذه النقاط
لدى أوجدت يعني رد فعل الاهتمام الأمريكي الإعلامي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المقابلة، ماذا تقرأ منها؟ يعني الاهتمام الأمريكي، أولا هناك حسد بين المؤسسات الأمريكية أن فوكس نيوز هي التي حصلت على قصب السبق كما يقال في هذه المقابلة. نعرف في وقت ما أجرت نيويورك تايمز حوارا مع ولي العهد، وهناك سعي دائم لمؤسسات الإعلام الأمريكية للحصول على مقابلات من هذا النوع، لأنها أصلا تجلب الكثير من المشاهدين والاهتمام في الولايات. شكرا لك. أهلا. إذن مفرح، كنا اليوم في المركز الإعلامي على هامش الاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تبادلنا الحديث مع عدد كبير من الإعلاميين هنا وأبدوا اهتماما كبيرا حتى بهذه المقابلة التي أجراها ولي العهد لصالح قناة فوكس نيوز. هذا كل ما لدينا، عودة إليكم مجددا في الاستوديو. شكرا لك سهل الغانمي، موفد الإخبارية إلى نيويورك. وبالتأكيد أصداء هذا اللقاء تضاف أيضا إلى الجهود الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي الكبير الآن في نيويورك. شكرا جزيلا لك.